أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، والفقرة اللي بنستعرض فيها تجسيد السينما المصرية لحرب أكتوبر. حرب أكتوبر الحقيقة من كتر ما هي حرب عظيمة ومجيدة وشهدت العديد من البطولات والتضحيات، يجب أن تقدم في السينما المصرية اللي بتعكس مرآة المجتمع وبتوثق الأحداث الهامة في تاريخ الأمة المصرية بالشكل الذي يليق بها، منذ فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي مرورا بأفلام كثيرة زي أبناء الصمت حتى آخر العمر، إلى الأفلام حتى اللي استعرضت حرب الاستنزاف اللي سبقت حرب أكتوبر زي الطريق إلى إيلات وحائط البطولات و يوم الكرامة، إلى آخر فيلم تم إنتاجه عن هذه الحرب وعرض العام الماضي ولاقى نجاح كبير جدا، فيلم الممر. إزاي السينما المصرية استطاعت على مدى تاريخها أنها تجسد بطولات الجيش المصري في هذه الحرب، في حرب الاستنزاف، في كل المواقف الوطنية، مش بس جنود الجيش لكن من يقفون وراءهم من أسر مصرية، من زوجات مضحيات، من قادة عظام استطاعوا أن هم يقودوا هذه الحرب بكل ما فيها من أحداث كثيرة جدا وسيناريوهات كثيرة جدا وتفاصيل وحكايات وروايات ما زالت حتى الآن لم تكشف بعد على الشاشة الفضية أو تعرض بكل هذه التفاصيل. معانا عبر الهاتف أستاذ حسام حافظ الناقد الفني. أهلا أستاذ حسام، صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. لما بنتكلم عن السينما المصرية ازاي وثقت هذه الحرب وبطولات من شاركوا فيها والجهود اللي سبقت هذا الانتصار سواء في حرب الاستنزاف او غيره، ازاي ممكن في بعض النقاط او المحطات نتكلم عن يعني ما قدمته السينما المصرية من توثيق وتخليد لذكرى هذه الحرب؟ هو الحقيقة السينما في مصر يعني عشان نتكلم عنها بشكل علمي، يعني في نوعين من السينما، السينما الروائية والسينما التسجيلية. تمام. فالحقيقة السينما الروائية كانت بتبادر في الفترة بعقبة حرب انتصار 73 سنة 74 على طول، يعني عملت في أفلام وهي أثناء تصويرها في الاستوديو دخلوا قيام حرب أكتوبر وانتصار الجيش المصري في يعني أحداث الفيلم. زي ما حضرتك أشرت لمجموعة الأفلام الرصاصة لا تزال في جيبي، بدور، وغيرها من الأفلام. لكن بعد كده انتبهت لضرورة ان هي تقدم الحرب بعد ما صدرت طبعا مذكرات لقادة مصريين كبار وقصص حكاها الجنود الابطال عن ذكرياتهم في الحرب، فقدروا ان هم ياخدوا السينما بقت تاخد من الحكايات اللي اتقالت عن الحرب وقدمتها في أفلام روائية. تمام. لكن الحقيقة ان فعلا زي ما برضو حضرتك أشرت ان فيلم الممر كان بعد توقف فترة طويلة يعني قدر ان هو ينقل الفيلم الحربي، صحيح هو مش عن حرب أكتوبر، عن حرب الاستنزاف، لكنه ان شاء الله هو تمهيد لي عودة السينما المصرية لموضوعات اللي بتمس حرب أكتوبر أو عن قصص لها علاقة بانتصارنا في 6 أكتوبر. ودي نقطة مسألة طبعا حتى يعني السنوات القادمة القريبة هتشهد مجموعة أفلام روائية عن الموضوع دوت، لانه الحقيقه الموضوع يعني لا يزال في جعبته الكثير انه يقدم
على الشاشة الفضية أو الشاشة الكبيرة من خلال أفلام كثيرة. يعني ما زال هناك أبطال بيستردون تاريخ هذه الحرب ومواقفهم في الحرب وحكايات مختلفة كلها تضحيات وكلها مشاعر وطنية جميلة. هل بتعتقد أنه السينما المصرية قدمت ما تستحق حرب أكتوبر من تخليد وتوثيق على الشاشة للأجيال القادمة كرمز للبطولة والتضحيات من أجل الوطن؟ لا هو السينما المصرية لسه إن شاء الله طبعا لازم تكون يعني عندها مبادرات أكتر من اللي حصلت. طبعا احنا نتمنى على مستوى السينما الروائية إن يبقى فيه على الأقل كل سنة أو كل سنتين فيلم عن من ضمن يعني يرجع للمراجع اللي اتكلمت عن حرب أكتوبر، زي ما قلت لحضرتك سيرة القادة العسكريين الكبار اللي هم نفسهم حكوها بنفسهم، بالإضافة لذكريات الجنود في عن الحرب، والقصص كمان الروايات اللي هي الجنود اللي بعد ما رجعوا من الحرب بيتكلموا عن يعني قصص دارت أثناء المعركة. نعم. دي كلها حاجات مهمة جدا، لأنها زي ما برضو أشرت حضرتك أنها بتؤرخ وتبقى وثيقة للأحداث اللي مرت بينا علشان الأجيال الجديدة تبقى على علم بالفترة السرية جدا اللي حصلت فيها الحرب. تمام. طيب احنا كنا دايما أستاذ حسام يعني بنقرأ عن أنه في محاولات لإنتاج أفلام عن حرب أكتوبر، لكن التكلفة الضخمة يمكن بتعوق أو بتؤخر مثل هذه الأعمال، وبنلاقي يمكن كل مثلا 5 سنين كل 7 سنين فيلم عن حرب أكتوبر. زمان كان يمكن الوتيرة أسرع شوية، كان في منتجين بيغامروا بأموالهم في إنتاج مثل هذه الأعمال الضخمة، زي الفنانة ماجدة الصباحي لإنتاجية العمر لحظة، وكان من أحلى الأفلام اللي تناولت حرب أكتوبر والتضحيات في هذه الحرب ومأساة الضحايا من ضرب مدرسة بحر البقر وغيره. يمكن شفنا السنة اللي فاتت فيلم الممر، كان في تسهيلات قدمت من القوات المسلحة لصناع الفيلم، كمان كان في تكنيك مختلف في الإخراج، المخرج شريف عرفة، وتكنيك حديث ومعاصر جدا وشد الأجيال الشابة تحديدا اللي شافت فيه مستوى إخراج متميز يمكن بينافس الأفلام الأجنبية اللي بتنتج خصيصا عن الحروب والمعارك. شايف إزاي ممكن نقدر إنه يبقى عندنا على الأقل كل سنة فيلم وطني عن حرب أكتوبر أو عن تضحية بعض الجنود أو فرقة من فرق الجنود في مهمة معينة وطنية كلفوا بيها؟ إزاي ده ممكن يحصل ونستمر بنفس المستوى من الإنتاج المتميز زي فيلم الممر؟ ما هو الحقيقة تجربة فيلم الممر فعلا المخرج شريف عرفة كانت من أهم التجارب عن أفلام المعارك، لسبب ان هو كاتب السيناريو والمخرج، واعتبر ان التجربة ديت منافس للأفلام اللي موجودة في السوق. يعني هو ما اعتبرهاش ان هي فيلم رسمي، يعني انتاج رسمي من الدولة للسينما، لا، واتعامل معاها انه فيلم منافس لأفلام السوق، فبالتالي جاب نجوم محبوبين للجمهور، اعتمد على قصة فيها إثارة وحبكة وصراع قوي بين طرف المصري طبعا ممثل في ضباطنا وجنودنا والطرف الإسرائيلي. فالحقيقة انه هو يعني نجح انه يقدم يعني توليفة سينمائية تنافس الافلام اللي موجودة في السوق وتجذب زي ما حضرتك اشرت الشباب اللي هم ما عصروش الفترة التاريخية ديت. تمام. بالاضافة الى ان بقى ان حاجة اللي انا بقى نهتم بيها الفيلم التسجيلي عن حرب اكتوبر، لان ده ما برضو له اهمية كبيرة، لان الفيلم الروائي
جذاب وله في نجوم ابطال في الفيلم والقصه فيها اثاره وكده، لكن الفيلم التسجيلي كمان بيقدم بقى المعلومه بالظبط من ابطالها. تمام، يعني دايما دايما الفيلم الروائي يمكن بيوصل لمشاعر الناس بشكل اقرب واكتر، لانه بيبقى فيه توليفه معينه زي ما حضرتك ذكرت من يعني الاداء والكادرات والسيناريو والحوار والمواقف المختلفه، وبيبقى الفيلم التسجيلي ايضا ليه دور في التوثيق وتقديم المعلومات بشكل دقيق، يعني بعيدا عن التأثير في الوجدان اللي بيقدمه الفيلم الروائي. لكن احنا محتاجين الحقيقة نوعين من الأعمال أو الأفلام، سواء كانت تسجيلية أو أفلام روائية، لأنها في النهاية بتأرخ لهذه الحرب وبتقدم كل ما يتعلق بها من معلومات ومواقف وتضحيات مختلفة يعني شهدتها هذه الحرب العظيمة جدا في تاريخ الأمة المصرية والأمة العربية. بشكرك جدا الناقد الفني أستاذ حسام حافظ، ودايما معاكم في ذكرى حرب أكتوبر كل سنة بإنتاجنا من أفلام تسجيلية، بكل ما نعرضه من حوارات وبرامج بتتناول هذه الحرب. والنهاردة بالتأكيد هيكون عندنا تغطية مميزة جدا على شاشة النيل، سواء من خلال كل ما ذكر أو من خلال كمان مراسلينا الموجودين في المحافظات المختلفة، واللي هيكون لنا معهم على مدى اليوم متابعات سواء متحف السادات، سواء من محافظة الإسماعيلية، كل ما يتعلق بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، يوم النصر ويوم العزة والكرامة. بشكركم جدا مشاهدينا في نهاية هذا الصباح النهاردة، ودايما مصر في الأمام ومصر في أحسن حال بعزيمة أهلها وشعبها وإرادتهم لبناء بلدهم. إلى اللقاء.